السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الظهيرة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. قوات التحالف تعترض وتدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة. الجهات المعنية تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مناطق المملكة. الدول الأوروبية تسرع عمليات التطعيم ضد كورونا وسط مخاوف من تزايد انتشار السلالات المتحورة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين في الإمارة بجدة سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية حياتنا الدكتور عاطف سرور وأعضاء مجلس الإدارة، واستمع سموه إلى شرح عن الجمعية وأهدافها ودورها في تعزيز نمط الحياة الصحي للمجتمع، مثمنا سموه دور الجمعية ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح. التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بن هميم، واطلع سموه على المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المنطقة خلال الأسبوعين الماضية والجهود المبذولة التي تمت بالتنسيق مع إدارات المنطقة المعنية. كما اطلع على عرض عن منحنى الفيروس والجهود التي تتم وتقرير عن رصد السلوكيات في الأماكن العامة ومدى الالتزام بالبروتوكولات الوقائية والتنظيمات الخاصة بالدخول للمنشآت والتدريب على طرق الوقاية، إضافة إلى إحصائيات عن الجولات التي نفذت ونقاط الفرز والالتزام بوضع الكمامة واستخدام المعقمات ومستلزمات الأمراض التنفسية. تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية قرى الكاسب واثنيان وبن عايش بمحافظة العواقلية، وذلك في إطار زيارة سموه التفقدية لمدن ومراكز وقرى المحافظة. ووقف سموه على المشاريع التنموية المنفذة في القرى بمختلف المجالات الخدمية، حيث اطلع من خلالها على سير العمل في المراكز الصحية ونوعية الخدمات المقدمة فيها، كما التقى بالمراجعين والمرضى مستمعا إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم حول الرعاية الصحية، موجها بدراسة احتياجات القرى من الخدمات البلدية والصحية. كما أكد سموه على أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية. رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي اجتماع متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بحضور عدد من القيادات الأمنية والصحية والحكومية، وناقش الاجتماع رفع مستوى الجاهزية والوقائية في المدن والمحافظات محافظات المنطقة وإجراء المسح النشط للعمالة في الأحياء التي سبق تسجيل حالات إيجابية فيها وتكثيف الحملات التفتيشية على المجمعات والمحال التجارية ورفع مستوى التوعية. وأهب سمو المواطنين والمواطنات والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية بالالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع. أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران بالدعم غير المحدود والمتابعة المباشرة التي يحظى بها جهاز النيابة العامة من حكومة المملكة،
جاء ذلك خلال لقاء سموه بالشيخ عبد الله القحطاني رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة. واطلع سموه خلال اللقاء على أعمال الفرع في مدينة نجران وكذلك الفروع والدوائر التابعة له في محافظات المنطقة وما تقدمه من خدمات، مثمنا الجهود التي يبذلها فرع النيابة العامة والدوائر التابعة له. نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران بجهود القوات المسلحة بالمنطقة. وأكد سموه خلال لقائه بقائد قوة نجران اللواء الركن ضاوي غزواني فخر واعتزاز الجميع بالبطولات التي حققها جنود الوطن البواسلي على الحد الجنوبي دفاعا عن حدود هذه البلاد المباركة. نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران بجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وجهود مراكز القيادة والتحكم في مواجهة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال لقاء سموه بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة دكتور إبراهيم بن صالح بن هميم الذي أطلع سموه على تقرير عن ما تم القيام به إضافة إلى خطط الشؤون الصحية بالمنطقة للاستمرار في أعمالها خلال الجائحة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران فخر واعتزاز الجميع ببسالة وشجاعة رجال حرس الحدود التي كان وما يزال لأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله بمشاركة زملائهم في كافة القوات العسكرية في تأمين الشريط الحدودي وردع كل من يحاول المساس بأمن البلاد. جاء ذلك خلال لقاء سموه بقائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء صالح القحطاني الذي قدم لسموه إيجازا عن أعمال حرس الحدود بالمنطقة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران حرص القيادة الرشيدة على تطوير وتنمية مناطق المملكة كافة ومن ضمنها منطقة نجران وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لإنجاز المشروعات الخدمية التي تحقق رفاهية المواطن والمقيم. جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بأمين المنطقة المهندس عيد العتيبي وناقش سموه سير العمل في الأمانة وما تقدمه من خدمات للمواطنين في المدينة ومحافظاتها مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها وإذلال العقبات التي قد تتسبب في تأخير أي مشروع تنموي. في آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 317 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 370,278 إصابة من بينها 2361 حالة نشطة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة منها 408 حالات حرجة. كما تم تسجيل 278 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 361,515 حالة تعافي، فيما سجلت 5 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 6,402 من حالات الوفاة رحمهم الله جميعاً. تواصل أمانات مناطق المملكة جولاتها الرقابية للتأكد من التزام أصحاب المنشآت الغذائية والتجارية بالبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة على أهمية الالتزام بالبروتوكولات ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت، وذلك لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة. كما شددت الأمانات أمانات المناطق على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية حفاظا على الصحة والسلامة العامة وضرورة تحميل تطبيق توكلنا.
مشاهدينا الكرام، الآن إلى مقر وزارة الإعلام، حيث المؤتمر الصحفي المخصص حول آخر مستجدات فيروس كورونا، استرجاعها ويعود بمشاركة من حوله ببعض الأمور ويجعلها في قالب شيء من الفكاهة أو التندر، إلا أننا لا نعتقد بأن من مروا بها وفقدوا والديهم أو أحدهم أو أحد أفراد أسرتهم أو فقدوا أصدقاء لهم أو أحدا من معارفهم نتيجة هذا الفيروس والإصابة بالمرض به، أو نتيجة نقلهم للعدوى لآخرين به، أو لأنهم قاموا بعمل مناسبة أو تجمع حدث فيه ضرر لمن حضروه، لا نعتقد أبدا بأنهم يشاركون مع الآخرين مثل هذه المشاعر بشيء من الفكاهة أو التندر، وإنما بالألم عندما يسترجعون الذاكرة. لا نريد أبدا لمثل هذه المواقف أن تتكرر. ضحينا كثيرا ووصلنا إلى مراحل جيدة، صحيح أننا الآن نمر برصد ارتفاعات، لكن يبقى الأمل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بالتزامنا وتقيدنا ومسؤوليتنا جميعا بأن نتجاوزها ونكسبها كما تجاوزنا واجتزنا وكسبنا المراحل السابقة بإذن الله، لكن هذا الأمر يستلزم منا الكثير. قبل أن أستعرض معكم ما سيتم مشاركته في المؤتمر هذا اليوم، أود أن أنوه إلى أن المؤتمر سيعود بشكل متكرر أسبوعيا بإذن الله. سنشارك معكم اليوم الأوضاع العالمية، سنشارك خريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي، سنشارك أيضا أبرز الاستفسارات الشائعة خلال الأسبوع، وكذلك الإحصائيات والمستجدات المتعلقة باللقاحات والخدمات المقدمة. فيما يتعلق بالأوضاع العالمية، إجمالي الحالات المؤكدة حول العالم يبلغ أو يتجاوز 106 مليون إصابة مؤكدة بهذا الفيروس، عدد الحالات التعافي تجاوز 58,800,000، إجمالي الوفيات تجاوز 2,310,000 حالة وفاة. ما يتعلق بالموجة الثانية وتزايد الحالات ورصد الحالات حول العالم، لا يزال نشط في مجموعة من أقاليم العالم وفي مختلف القارات بشكل عام، ولكن يرصد بشكل أوضح وبنشاط واضح في الأقاليم والدول المحيطة بإقليمنا والمحيطة بالمملكة العربية السعودية، كما هو أيضا نلاحظ بأن هنالك رصد الارتفاعات لاحظناها لدينا محليا. بعض الدول عادت لاتخاذ إجراءات، سواء كانت منع تجول أو مزيد من فرض القيود، إجراءات على إغلاقات أو مزيد من التشدد في الإجراءات المتعلقة بالسفر، إغلاقات لكثير من المناشط الاجتماعية مثل المطاعم والمقاهي ونحوها. فيما يتعلق بالرصد العالم المستمر والمتزايد للتحورات عن هذا الفيروس، طبعا هذه التحورات يمكن حاليا العلماء يركزون فيها على 3 إلى 4 تحورات مرصودة في بعض دول العالم، ومنها تنتشر إلى دول أخرى، بعضها انتشر في 80 دولة، بعضها انتشر في 41 دولة، بعضها ينتشر في حوالي 10 دول. الرصد مستمر، المتابعة مستمرة، أيضا الأنماط من مسألة التسارع، التأثير على حدة المرض، التأثير على القدرة للقاحات، متابعة بشكل مستمر. حتى الآن الجهود العالمية تنصب حول الرصد المستمر ودراسات للتسلسل الجيني ومتابعة كل من يقدمون من السفر بإجراءات احترازية قد تكون بعضها إضافية بالذات لبعض الدول. لدينا في المملكة العربية السعودية إجراءات تواكب ذلك ومتميزة بإذن الله، خاصة فيما يتعلق بالرصد والمتابعة والفحص بالتسلسل الجيني لرصد أي تحورات في الفيروس، وهي محل عناية لدى مركز وطني متميز لدينا في المملكة العربية السعودية ومحل ثقة كبيرة، وهو مركز وقاية، مركز الوقاية من الأمراض والتحكم بها. الدراسات العالمية التي نشرت في المجلات العلمية المرموقة أشارت إلى أن أكثر من 80% من التأثيرات المتعلقة بالتحكم بالجائحة ارتبطت بأنشطة اجتماعية. هذه الأرقام تواكبها أيضا الدراسات التي عملت لدينا في المملكة العربية السعودية على الحالات المرصودة مؤخرا، أيضا حوالي 80% منها ارتبطت بأنشطة اجتماعية معينة، بالذات المناسبات العائلية، مهما صغر العدد في المناسبة، حفلات الزواج، التجمعات في المطاعم، كل هذه الأمور ومثيلاتها حقيقة ارتبطت فيها قضية الانتشار للفيروس بشكل ملحوظ. مهم جدا أن نذكر أنفسنا
بأن نتقيد بالالتزام وبالاحترازات والأمور الوقائية أينما كنا. هذا الأمر لم يرصد في منطقة بحد ذاتها في المملكة العربية السعودية. نلاحظ أن الخارطة الأسبوعية للإصابات ترصد تقريبا كافة مناطق المملكة أو معظمها بتغيرات أو أعداد فيها ارتفاع. النسب في الحالات المؤكدة كما نلاحظ في المنحنى بدأ يعود ويرتفع. المنحنى أمامنا الآن يرتفع بما يقترب من 300% من أقل النقاط اللي سجلناها في شهر يناير إلى الآن أو في الشهر الأخير تقريبا. هذا أمر يتابع بدقة، يتابع بحذر، يتابع بقلق، يتابع بشكل مستمر حتى نطمئن، لأن المنحنى أمام احتماليات. الاحتماليات هي أن الإجراءات التي تم وضعها الآن وتقيدنا فيها والتزامنا فيها سيجعل هذا المنحنى يميل إلى التسطيح ثم التحكم، وهذا ما نأمله ونرجوه، أو لا قدر الله بسبب عدم الالتزام والتراخي واستمرار الإهمال لهذه الاحترازات يواصل ارتفاعه ويقع ما لا يحمد عقباه من ارتفاعات وتأثر أرواح بذلك لا قدر الله. الحالات الحرجة كذلك نلاحظ المنحنى بعد تسجيل أمور إيجابية متواصلة عاد بشيء من الارتفاع، والارتفاع حاليا يرصد بعدد الحالات الحرجة المصابة بكوفيد 19 ومنومة في العنايات المركزة بارتفاع 35% تقريبا من أدنى مستوى ونقاط سجلها المنحنى قبل حوالي 3 أسابيع إلى 4 أسابيع. نجدد التذكير بأن السلوكيات الخاطئة أبرزها أتت وين؟ أبرزها أتت في المناسبات، في حفلات الزواج، في المطاعم، في التجمعات في الأماكن العامة، ونحذر الجميع منها. كان هنالك في هذه المواقع مصافحة باليد، معانقة عند اللقاء، تواصل بشكل قريب دون كمامة، تقارب جسدي بين الأفراد الحاضرين لهذه المناسبات، ما في ترك للمسافات الآمنة بين أفراد المناسبة أو الحاضرين فيها، عدم التقيد بتعقيم اليدين، إهمال لكثير من الجوانب وتراخي فيها أدى إلى ذلك. كذلك من الجانب الآخر نجدد التذكير بأن من يقومون على الإشراف على هذه المواقع عليهم أيضا مسؤولية هامة بالتأكد من مناسبتها لمرتاديها، وأن يكون فيها ما يحقق مثل هذه الأمور وإشرافهم عليها بالشكل المناسب الكافي. بهذا سيكون لدينا بإذن الله أمان. يجب علينا أن نتعاون ولا نتهاون. هذه القضية مهمة جدا، والأمر يسير وبأيدينا، وسبق أن احنا عملناه باستمرار ونجحنا فيه ونستطيع أن نعود إليه ونلتزم فيه وننجح. ارتداء الكمامة، ترك المسافات الآمنة بيننا وبين الآخرين، مداومة غسل اليدين وتجنب المصافحة، وأيضا نضيف على هذه الأربع الأمور الركائز الأساسية أمور أخرى. نحرص على تهوية الأماكن ونبتعد عن التجمعات ونحد منها قدر الإمكان. هناك أسئلة تم رصدها مؤخرا، فيها مثلا سؤال يتعلق بهل توجد مخاطر عند تلقي الجرعة الأولى فقط وعدم تلقي أو تأجيل الجرعة الثانية؟ طبعا الخطر غير موجود بإذن الله، لأن الثانية الهدف منها التعزيز والتنشيط. الخبراء والعلماء والدراسات التي تمت على هذا اللقاح أشارت بحيث أن إعطاء الجرعة الثانية بعد الأولى ب3 إلى 6 أسابيع ستعطي الفعالية المنشودة والمأمولة والعالية بإذن الله. هذا لا يعني بأنه لو حصلت ظروف أدت إلى إعطائها بعد ذلك أن لن تقع الفعالية منها أو الفعالية المرجوة منها، ولكن دائما سنحرص على أن يكون إعطاء المواعيد الثانية في ضمن هذا النطاق المتوافق مع الدراسات التي تمت حتى الآن لهذا اللقاح. فيما يتعلق بمستجدات اللقاحات، حتى الآن تم إعطاء 443,153 جرعة من اللقاحات. مستمرين بإذن الله في خططنا، وبإذن الله مع عودة التوريدات كما هو متوقع أو مخطط له في المراحل القادمة ستستمر وتيرة بإذن الله الخطة بالتصاعد حسب ما هو مأمول. إجمالي الحالات في المملكة العربية السعودية، الحالات المؤكدة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم 370,278 حالة مؤكدة. حالات التعافي 361,515 حالة تعافي. الوفيات بلغت 6,402 حالة وفاة، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة. الحالات النشطة بالتالي تكون 2,361 حالة نشطة
حاليا معظمها اوضاعها مستقره ومطمئنه، ولكن من بينها 408 هي حالات حرجه تتلقى الرعايه في العنايات المركزه. ونلاحظ اننا عدنا لرصد الحالات الحرجه فوق مستوى 400 حاله. الخدمات مستمره، نجدد التذكير على مدار الساعه او باوقات ممتده في كل هذه المراكز والمواقع، الزملاء والزميلات يتشرفون وعليهم واجب يقومون به بكامل الالتزام لتقديم الرعاية اللازمة. وأجدد أيضا التذكير من لديهم أعراض عدم استبعاد أن تكون مرتبطة بفيروس كورونا أو اعتبارها نزلة برد أو غيره، الأولى والأوجب الحذر والحيطة في هذا التوقيت عند وجود مخالطة أو احتمالية أو أعراض زيارة مراكز أو عيادات تطمن أمر مهم جدا للأطمئنان. عند المخالطة مراكز تأكد أو للأطمئنان بشكل عام أيضا متوفرة. خدمت هذه المواقع حتى الآن بإجمالي ما قدم في مراكز تأكد وعيادات تطمن حوالي 9 مليون شخص استفاد من خدماتها. مراكز الاتصال تجاوز عدد المستفيدين فيها 27 مليون، الرقم 937. الفحوصات المخبرية تجاوزت 12 مليون و644 ألف فحص مخبري بالبلمرة الجزيئية الـ PCR testing. بهذا نتلقى حاليا أسئلة الصحفيين. السلام عليكم، أحمد الغامدي، قناة الشرق. هناك أنباء عن قرب وصول لقاح أسترازينيكا إلى المملكة، كيف سينعكس وصول هذا اللقاح على التوسع في إعطاء اللقاحات للمواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا؟ شكرا لك. طبعا أشير إلى أمر مهم جدا، وأنه أي لقاح يتم تطويره حول العالم يجب أن يمر بإجراءات تسجيل واعتماد من هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. قبل ذلك لا يمكن استخدامه في المملكة العربية السعودية، والهيئة ستقوم بالإعلان أولاً بأول عن ما يستجد لديها من أنواع اللقاحات التي تقدم شركاتها المطورة للحصول على التسجيل لديها. ما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، طبعا الشركة المطورة له والأبحاث القائمة عليه والنشاط العالمي في استخدامه في بعض الدول التي بدأت باستخدامه، هو يعتبر من ضمن اللقاحات التي تعتبر من الأكثر انتشارا حاليا واستخداما. النتائج التي ظهرت على هذا اللقاح مشجعة، والنتائج التي بدأت تظهر عليه أيضا واعدة جدا، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على خفض حدة أو شدة المرض بعد تلقي اللقاح. الدول التي بدأت استخدامه بشكل منتشر وواسع بدأت ترصد ذلك وتشارك في أبحاثها أو دراساتها أو معلوماتها بأن الحالات المرصودة لديها التي تحتاج إلى تنويم أو عناية مركزة بدأت تقل. المحصلة طبعا نجدد التذكير بها بأن كل لقاح يتم حصوله على الاعتماد من هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، لدينا الثقة بأن هذه الهيئة بدورها المرموق وبقدرتها الموثوقة جدا لن تقوم بأي ترخيص لأي لقاح أن يكون موجود لدينا، ولن تعتمده إلا إذا حقق أمرين هامين: الفعالية والمأمونية. وبذلك سيكون أي لقاح يجتاز ذلك ويدخل إلى قائمة الخطة التي ستكون في المملكة العربية السعودية لإعطاء اللقاحات محقق لما نأمله للمواطنين والمقيمين في هذه البلاد بأن يصلوا بإذن الله إلى الأمان والمناعة الاجتماعية والصحة اللازمة لتجاوز هذه الجائحة بإذن الله. السلام عليكم، عبد الله البرقاوي من صحيفة سبق. السؤال موجه لمتحدث الصحة. رغم مضي أيام على تشديد الإجراءات الوقائية، لا نزال نرى المخالفات في الشارع وتزايد الحالات اليومية سواء المؤكدة أو النشطة أو الحرجة. ما هي الخطة البديلة لوقف هذا الخطر، ومتى سيتم اللجوء لها؟ أخي عبد الله، الموضوع فعلا موضوع التزام، علينا جميعا أن نلتزم. إذا التزمنا جميعا أفراد ومجموعات، كل فرد دون استثناء، إذا التزمنا جميعا سنكون في مأمن بإذن الله جميعا. قيام البعض وإن قل عددهم وإن كانت حالات لا تمثل الأمر السائد بعدم التقيد سيضر لا قدر الله بجميع أفراد المجتمع. الموضوع موضوع جاد جدا، الموضوع مقلق جدا، الموضوع يحتم علينا جميعا أن نتقيد ونأخذ بأعلى مستويات الجدية والالتزام. طبعا إذا أسفرت هذه الإجراءات التي تم اتخاذها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثم بالتزامنا جميعا
عن آثار إيجابية، فمن المتوقع أن تبدأ ظهور آثارها الإيجابية بعد أيام إلى أسابيع، تقريبا أسبوعين إلى أكثر من ذلك من الآن، لأنه من غير المتوقع أنه يتم تطبيق إجراءات احترازية بشدة أو التزام المجتمع اليوم وتجد آثاره غدا. من المتوقع طبعا أن اليوم ما نراه اليوم هو انعكاس لما تم قبل أسبوعين وثلاثة وأربعة من اليوم. فلذلك المتابعة المستمرة، رصدنا جميعا، التزامنا جميعا، متابعتنا للأرقام والمنحنيات في المرحلة القادمة أمر يقوم به الخبراء والمختصون، وقيامنا نحن بمراقبة أنفسنا ومراقبة من حولنا بالتزامنا بالتقيد بالإجراءات الاحترازية هو واجب علينا، يجب أن نلتزم به جميعا لكي نتجاوز بإذن الله هذه المرحلة. وأجدد التذكير، كما نجحنا في مراحل سابقة نستطيع مجددا أن ننجح في المراحل القادمة ونتجاوز هذه الأزمة بنجاح. بإشارة الزملاء أصل إلى نهاية تلقي أسئلة الصحفيين المتعلقة بالصحة. المؤتمر يستمر فيما تبقى منه، نلتقيكم إن شاء الله على خير، وأجدد التذكير بأننا سنعود مجددا للقاء بشكل متكرر خلال هذا الأسبوع في حفظ الله ورعايته. شكرا لكم دكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. الآن مشاهدينا يتحدث إليكم المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل من يشاهد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا كوفيد-19. الإنسان أولا على رأس هرم الاهتمام، الإنسان أولا دون تفرقة أو تمييز، الإنسان أولا فوق كل اعتبار، الإنسان أولا نهج قيادتنا الكريمة حفظها الله وأيدها بتوفيقه. الكل شاهد ارتفاع مؤشرات المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع الحالي، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا كوفيد-19 ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مناطق المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطبيقها بدءا من الساعة 10:00 مساء يوم الخميس الماضي 22 جماد الآخرة 1442 هجري الموافق 4 فبراير 2021 ميلادي، حيث تضمنت التالي: أولا، إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة 30 يوما قابل للتمديد. ثانيا، لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا، وذلك لمدة 10 أيام قابل للتمديد بما لا يتعارض مع أولا. ثالثا، إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمدة 10 أيام قابل للتمديد. إغلاق دور السينما، المراكز الترفيهية الداخلية، أماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، الصلاة والمراكز الرياضية، تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المقاهي والمطاعم وما في حكمها، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد. رغم كافة الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان أولاً، والتحذيرات المستمرة من كافة الجهات المعنية بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تقي المجتمع بإذن الله من الوباء وتمنع انتشاره، ما زلنا للأسف نشاهد من لا يلتزم بها من أصحاب المنشآت والأفراد. في هذا الخصوص أؤكد على استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفي لائحة الحد من التجمعات ومخالفة عدم لبس الكمامة وضبط التجمعات المخالفة في كافة مناطق المملكة، وذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة، كذلك في القرى والهجر والمراكز، لضبط أي مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وذلك بما يقع تحت اختصاصها ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص. خلال الأسبوع الماضي تم ضبط عدد 31,868 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث كانت منطقة الرياض الأولى بعدد المخالفات بعدد 8,935 مخالفة وبنسبة تبلغ 28% من إجمالي كافة مناطق المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 6,577 مخالفة.
تليها المنطقة الشرقية بعدد 5290 مخالفة. لوحظ ارتفاع عالي في المخالفات خلال هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الذي السابق له، حيث بلغت نسبة 72%. شكلت نسبة المخالفات التي تم ضبطها بعد البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مناطق المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد منذ الساعة 10 من يوم الخميس الماضي نسبة 32% من إجمالي ما تم ضبطه خلال هذا الأسبوع. تم التعامل مع كافة المخالفات التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، كذلك تم إيقاف مخالفي نظام مكافحة جرائم معلوماتية الذي ثبت قيامهم بتداول مخالفاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يستخدمونها في نشر يومياتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم. نؤكد أن تلك المخالفات فردية ولا تعكس مستوى الوعي العام الذي نلمسه من خلال التزام العام للمواطنين والمقيمين كذلك الزائرين بكافة القرارات والتعليمات ذات الصلة في مواجهة جائحة كورونا. نحذر كل من يعمل على بث الشائعات أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا المستجد من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة بغرامة لا تزيد عن 1,000,000 ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة. نؤكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك. نحث الجميع المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة البلاغ على الرقم 999 في كافة مناطق المملكة و911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض. أخيرا نهيب بالجميع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي الفيروس وتحقيق الهدف الأساسي من البروتوكولات المتمثلة في عودة الحياة لطبيعتها. وندعو الجميع لاستشعار مسؤوليتهم وتثمين ما تقدمه وما زال تقدمه قيادتنا الكريمة للحفاظ على سلامة قاطني هذه الأرض المباركة والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة. الآن مع أسئلة هاشتاغ شارك في المؤتمر الصحفي. هل هناك توجه لفرض إجراءات إضافية في الأيام المقبلة؟ الجهات المختصة تعمل على التقييم المستمر والفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية تطلب الأمر ذلك. ثانيا السؤال، ما هي الرسالة التي توجهونها لغير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية؟ التزام يجب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات بعدم مخالفتها. كذلك من ضمن القرارات تم تطبيقها من يوم الخميس الماضي عدم الشراء من داخل المحلات المطاعم، ولاحظنا أن هناك من يقوم بالازدحام خارج هذه المواقع، هذه هي مخالفة كذلك، ويجب أن تتقيد بعدم وجود ازدحام خارج هذه المواقع والتقيد بما تم الإعلان عنه وعدم مخالفته. هناك أسئلة صحفية أخرى، هل هناك قرار مرتقب لمنع التجول؟ القرار بيد المجتمع، متى ما تم الالتزام بهذه الإجراءات كافة بإذن الله لن يكون هناك. الجهات المعنية المختصة تقوم وتراقب المنحنى الخاص بالمؤشرات ارتفاعها أو بانخفاضها، متى ما دعت الحاجة سيتم اتخاذ ذلك القرار بيد المجتمع. السلام عليكم، حسين بن مسعد مراسل قناة العربية. شهدت الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة خلال الأيام الماضية تزايداً في أعداد المصابين بفيروس كورونا، فهل نترقب قراراً يقضي بمنع التجول أو الحجر المنزلي ولو جزئياً خلال الأيام المقبلة؟ ذكرتك أخي حسين أن القرار بيد المجتمع، متى ما دعت الحاجة لاتخاذ ما يلزم لحماية الإنسان وصحة الإنسان، وهو هذا نهج قيادتنا، سيتم اتخاذ ما يلزم وفق الحاجة وفق ما يتطلبه المرحلة. قبل قليل الدكتور محمد ذكر أنه ما نشاهده اليوم هو لما تم إجراءه سابقا خلال الأسبوع الماضي، وأنا أؤكد هذا الشيء أنه بالأسبوع الماضي ارتفاع 31 بلغت ضبط المخالفين 31,000 مخالفة، في الأسبوع الذي سبقه كان أقل، فهناك عدم التزام من المجتمع في هذه القرارات، فأؤكد أن القرار بيد المجتمع
وما تراه الجهات المعنية بعد ذلك. ناصر السلمي من صحيفة الويام الإلكترونية، هل وجود أكثر من 3 أشخاص لا تربطهم علاقة بداخل مركبة يعد مخالفة حتى مع ارتداء الكمامة وشكرا؟ أخي الكريم، تم الإعلان أكثر من مرة عن بروتوكولات القيادة، بروتوكولات النقل، في حال لم تكن أسرة واحدة، عائلة واحدة، يلزم لبس الكمامة في هذه المركبة. كذلك وردتنا كثير من الأسئلة ما يتعلق عندما يكون الفرد لوحده بالسيارة، إذا وجد لوحده بالسيارة فهناك لا خوف عليه طالما أنه لوحده، لكن عندما يقف ويقابل تجمعا أو يجد جهة أمنية تطلب منه التحقق من شخصيته، فيجب في هذه الحالة عدم لبس الكمامة قبل الحديث مع رجل الأمن، لأنه يعتبر هذا تجمع، ويجب التقيد بهذه البروتوكولات. هناك بروتوكولات معتمدة لكل الأنشطة، أتمنى الرجوع لها من كافة أطياف المجتمع على موقع وزارة الصحة كوفيد 19، الدخول على هذا الرابط وموجودة به جميع البروتوكولات الخاصة بكافة الأنشطة الحالية. محمد الزيادي، صحيفة عكاظ، ما هي الإجراءات التي سوف تتخذها المملكة في حال لا قدر الله تزايد عدد الإصابات، وهل سيتم إعادة فرض حظر التجول أم تشديد العقوبات خلال الأيام القادمة؟ شكرا. الجهات الصحية المعنية تراقب ارتفاع المؤشرات، وأؤكد للجميع أن القرار بيد المجتمع، القرار بيد المجتمع، القرار بيد المجتمع. حكومتنا الرشيدة جعلت صحة الإنسان أولاً في كل منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، متى ما دعت الحاجة لاتخاذ ما يلزم سيتم اتخاذه. الأسبوع الماضي تم الإعلان عن عدد من الإجراءات لوجود تهاون من المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. متى ما التزمنا وتقيدنا بهذه البروتوكولات بإذن الله تعالى نكون في بر الأمان، متى ما خالفنا ذلك سيكون هناك إجراءات تتخذ وفق ما تراه الجهات المعنية. بجائحة كورونا القرار بيد المجتمع. شكرا لكم والله يعطيكم العافية. شكرا لكم مقدم طلال شلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، شكرا للمشاهدين، وسيتجدد كما ذكر الدكتور محمد العبد العالي اللقاء بكم مشاهدينا خلال هذا الأسبوع. أمنياتنا للوطن والعالم بعالم مليء بالصحة والأمان. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، كنا في بث مباشر للمؤتمر الصحفي المخصص حول آخر مستجدات فيروس كورونا. دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم عددا من المقار الجديدة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة للسجون بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى مقرين لقيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة. واطلع سموه خلال التدشين على عرض وثائقي عن مراحل إنجاز 23 مشروعا آخر ضمن المرحلة الرابعة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقر الأمنية الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 89%. مما يذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقر الأمنية وتجهيزها بأفضل التقنيات يهدف إلى الارتقاء بمستوى بيئة عمل رجال الأمن بما ينسجم مع متطلبات أداء مهامهم التي تقتضي الاستعداد التام والجاهزية الدائمة في جميع الأوقات. تواصل أمانات المناطق وبلديات المحافظات جهودها وحرصها على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميلين طارق الغامدي ونايف الفندي، طارق من محافظة القطيف ونايف من القريات. أهلا بكما جميعا، ولعلي أبدأ مع الزميل طارق. طارق، أنقل لنا الجهود أو جهود بلدية محافظة القطيف لمنع التفشي، تفشي فيروس كورونا، وأيضا المحافظة أعتقد أغلقت العديد من الحدائق العامة حرصا على سلامة مرتديها.
نعم دحمان، نحن الآن في محافظة القطيف وتحديدا على كورنيش القطيف. أعلنت بلدية القطيف في وقت سابق بإغلاق يعني كافة المواقع التي قد يكون فيها تجمع يعني بشري، خاصة في الكورنيش وبالذات تحديدا ألعاب الأطفال التي يكثر فيها الحراك والتكدس والتجمع البشري مما بين الأطفال وذويهم. لذلك نجد أن بعض المواقع تم إغلاقها بشكل واضح. زميل المصور لو يأخذ لقطة، مثل ما تشاهدون نحن الآن يعني نتجه إلى هذا المكان، أغلق بشريط بلاستيكي على هذه الألعاب، بالإضافة إلى الدخول أو طلوع الدرج الأطفال في الجهة الأخرى، وأيضا الألعاب الأخرى أيضا وضع عليها شريط بلاستيكي لعدم دخول أي أحد من الأطفال أو لعب الأطفال هنا، وإشارة لذويهم بعدم استخدام هذه الألعاب حتى لا يكون هناك أحد. طبعا نحن في كورنيش القطيف إلى الآن يعني نجد القطيف أو نجد الكورنيش القطيف جدا خالي، لا يوجد إلا سوى بعض المارة الذين يمارسون رياضة المشي، يعني يا فرادة يا ثناء، يعني شخصين أو شخص واحد فقط لا غير وهم يمشون، ذلك التزاما بالإشراطة الصحية. أمانة القطيف وبلدية القطيف قامت بجولات تفتيشية على الأسواق والمجمعات التجارية والتأكد من تطبيق الإشراطات الاحترازية، بالإضافة إلى أيضا الجهات المختصة مثل الجهات الأمنية والجهات الصحية بعمل يعني جولات تفتيشية مع أمانة القطيف بلدية القطيف للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال أخذ العلامات الحيوية والتأكد من تطبيق توكلنا، وأيضا التأكد من وضع الكمامات والإشتراطات الاحترازية للحد من فيروس كورونا. نأمل إن شاء الله ألا نعود لمراحل لا نتمناها كانت في وقت سابق. الأرقام يعني هي التي سوف تحدد، ومن يحدد الأرقام هم المجتمع بالتزامهم، فمن خلال الالتزام بإذن الله سوف نصل إلى أرقام متدنية، ومن ثم بإذن الله نبقى على الوضع الجيد الذي نتمناه بإذن الله تعالى. نعم إن شاء الله دائما السلامة نرجوها للجميع بإذن الله. زميلنا في القريات زميل نايف الفندي، نايف حدثنا عن الجهود التي تقوم وتقدمها بلدية القريات لتصدي لهذا الفيروس، فيروس كورونا. نعم زميلي، أمسي عليك ومسي على السادة المشاهدين والمشاهدات. إذا ما تحدثنا طبعا عن الجهود في القريات، نتحدث عن المملكة كاملة، يعني جهود في كل مكان، وهذه هي يعني هكذا هي المملكة تتسم مواقفها بالجاهزية والحضور والتفاعل في الظروف الاستثنائية وتسخير كل الإمكانات لوضع الاحتياطات الاحترازية للاحتفاظ أو الحفاظ على الإنسان. فمع هذه القرارات التي أقرتها الدولة لكورونا، يعني القريات استقبلت هذه القرارات بالترحيب والتطبيق مع الجهود المكثفة من قبل الجهات ذات العلاقة لمتابعة كافة الإجراءات واتخاذ اللازم. اليوم سنتحدث عن جهود البلدية، وضيفي هو المهندس سميحان الشمري رئيس بلدية القريات. أهلا وسهلا بك مهندس سميحان، حدثنا عن جهودكم من بداية اتخاذ هذه القرارات في الأسواق وفي كل ما يقع تحت إشرافكم. مسي عليك أخوي نايف، ومسي على الأخوة في الاستوديو، ومسي على الأخوة المشاهدين والمشاهدات. في البداية نشكر حكومتنا الرشيدة حفظهم الله على الإجراءات اتخذت، وهذه إجراءات اشتباقية ولله الحمد. تعرف أخوي نايف البلدية هي جزء من عدة جهات أخرى، مشاركة وزارة الداخلية، مشاركة وزارة الصحة، مشاركة وزارة التجارة، نقوم بدور مهم. والعمل البلدي هو شقين، الشق الأول الرقابة الصحية، الشق الثاني هو الإصحاح البيئي. طال عمرك الرقابة الصحية نقوم بعدد من الجولات الرقابية بشكل مستمر مدى تطبيق المحلات والمطاعم الإجراءات الاحترازية والوقائية. حقيقة بداية جائحة كورونا حقيقة تجاوزنا 15,000 جولة، تم زيارة فوق 7,600 محل، تم مخالفة فوق 500 مخالفة، تم الإقلاق 360 محل لعدم التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية. أما الإصحاح البيئي أخوي نايف يعني تطرق لتعقيم وتطهير الشوارع والمنتزهات، أيضا في حالة وجود اشتباه المواقع فيها كورونا مصاب نقوم بتعقيمها أول بأول. كيف رصدتم وعي المواطن ورسالة أخيرة تقدمونها؟ في البداية ولله الحمد هناك وعي من المواطنين، وأيضا هناك وعي من أصحاب المنشآت التجارية، والكل يعلم أن صحة الإنسان وسلامة الإنسان هو واجب، وحماية المجتمع شراكة مجتمعية وواجب ديني ووطني على الجميع، فلنحافظ على صحتنا.
شكرا لك مهندس سمحان الشمري. شكرا لك. طبعا زميلي كما ذكر متحدث الصحة يعني للقضاء على هذا الوباء بالالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولعلي في نهاية حديثي اسمح لي أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي توجيه رسالة للمشاهير أو بمن يستغلون منصاتهم وغيرهم من الأشخاص المؤثرين، ويركزوا في هذه الفترة على بث الرسائل التي توعي وتثقف العامة بالالتزام لنتكامل بمنظومتنا الاجتماعية، وهذا كل ما لدينا من محافظة القريات. إذن كل شكر وتقدير لمراسل أخبار السعودية من القطيف والقريات على هذا التوضيح، وأيضا ولله الحمد مدى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية، وهي بفضل الله كباقي مناطق ومحافظات المملكة في هذا الإجراء. حفظ الله الجميع إن شاء الله من كل شر ومكروه. شكرا لكم. أغلقت بلدية الخفجي 12 محلا لم تطبق الإجراءات الاحترازية، كما خالفت 69 آخرين، وذلك خلال جولاتها الميدانية على 700 منشأة منذ الأسبوع الماضي. نشاهد التقرير. نفذت الفرق الرقابية ببلدية الخفجي جولات ميدانية مكثفة على المحال التجارية وأسواق النفع العام لرصد الإجراءات الاحترازية وتطبيق النظام وإصدار العقوبات بحق المخالفين، حيث بدأت مطلع الأسبوع الماضي بعد توجيه سمو أمير المنطقة الشرقية. بدأ من يوم الأحد الماضي حتى هذه اللحظة زيارة ما يقارب 700 منشأة وإصدار مخالفات بعدد 70 مخالفة، ورصدنا عدد إغلاق عدد 12 محل منشأة مخالفة بالبروتوكولات الاحترازية تم إغلاقها تطبيق الإجراءات النظامية حيالها حسب اللوائح المنصوصة. المخالفات المرصودة تنوعت بين إدخال الزبائن دون التأكد من وجود تطبيق توكلنا، وعدم قياس الحرارة، وعدم لبس الكمامة، وعدم التقيد بمسافات التباعد. نزلنا إلى منحنى حسب تقرير وزارة الصحة، منحنى يعني إيجابي يبشر بالخير، لكن مع الفترة الراهنة وجود الجائحة الموجة الثانية للفيروس المتحور وارتفاع نسبة الإصابات، صار توجيه من قبل معالي الوزير بتكثيف أعمال الرقابة للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات. التهاون في تطبيق الاحترازات دفع الجهات المسؤولة لتشديد الرقابة في المرحلة الراهنة. إجراءات وقائية تقودها الجهات الرقابية بمحافظة الخفجي للوقاية من جائحة كورونا. أحمد غالي، الخفجي. تواصل الجهات الحكومية في المدينة المنورة جولاتها الرقابية الميدانية، وذلك لرصد التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وللحديث أكثر حول ذلك انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عصام الشريف المستشار بإمارة المدينة المنورة. دكتور بداية أهلا بك في نشرة أخبار الظهيرة. مرحبا أخواني حفظكم الله ونفع الله بجهودكم ومتابعتكم المستمرة في ما طرأ من إجراءات احترازية جديدة نتمنى من الجميع أن يتفاعل معها. نعم دكتور عصام، جهود إمارة المدينة المنورة منطقة المدينة كيف هي لتوعية الأهالي وقاصدي المسجد النبوي الشريف، وأيضا التعاون أيضا بين الجهات الأمنية والصحية بإذن الله يعني للحد من انتشار هذا الفيروس؟ حقيقة يعني صادف هذا السؤال المهم منكم إعلان صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز إعلان بدء أعمال ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا. وكان بسموه حقيقة كلمة ضافية وشاملة نبه فيها على كثير من الأمور المهمة في هذا الجانب، وأوجز في بيان أهم الأعمال الاحترازية وما تتعلق بالمرحلة سواء الماضية أو الحالية في اتخاذ كافة التدابير والاحترازات ترجمة للتوجيهات والتعليمات المستمرة من مقام خادم الحرمين الشريفين. ولعل أبرز تلك الأمور
أنه تم تفعيل لجنة للطوارئ بالمنطقة تشارك فيها جميع الإدارات الحكومية والخدمية، وتفعيل أيضا مركز الطوارئ والأزمات بالتواصل المستمر معها بمتابعة ما يستجد من تعليمات وما يستجد من أمور طارئة في هذا الأمر، إضافة إلى أن المتابعة المستمرة ما زالت تأخذ جدية كبيرة. من ذلك أن جميع الدوائر الحكومية من شهر ربيع الأول الماضي ركزت على تفعيل تطبيق توكلنا كشرط أساسي لدخول أي منشأة حكومية. كذلك أيضا تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في هذا الجانب. وكذلك أيضا مما يذكر أن المدينة حقيقة تميزت بمبادرة اجتماعية إنسانية أطلقتها، وهي مبادرة خير المدينة التي تهدف إلى تقديم المعونات الغذائية والطبية وكل ما تحتاجه الأسر التي يحصل لها بعض الإجراءات التأكيدية مثل عزل بعض الأحياء في المدينة المنورة كإجراء صحي لمكافحة انتشار الوباء. يترجم ذلك دائما المتابعة المستمرة من سمو أمير المنطقة الأمير فيصل ونائبه صاحب السمو الأمير سعود، متابعة دقيقة مع جميع الجهات ومع جميع الأجهزة الحكومية والخدمية ليكون الجميع في مأمن وفي اطمئنان تام. نعم، إذا كل الشكر والتقدير للدكتور عاصم الشريف المستشار بإمارة المدينة المنورة على هذه التوضيحات، شكرا لك. تأتي مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية بمنطقة المدينة المنورة كصرح طبي سعودي عالمي كبير يواكب طموحات القيادة ويليق بمسماها الجديد، كما تقدم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية وكذلك التدريبية لخدمة أهالي المنطقة وزائرها. يحظى القطاع الصحي في هذه البلاد المباركة باهتمام بالغ من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في كافة أرجاء هذا الوطن الغالي. ومن هذا المنطلق تأتي الموافقة الكريمة على إطلاق اسم مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية على مجمع مستشفيات المدينة المنورة، والتي ستوفر العديد من الخدمات الطبية المتخصصة لأهالي وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للساعة السريرية حاليا للمدينة الطبية، تعتبر المدينة حاليا فيها ثلاث مستشفيات بساعة سريرية 1250 سرير، ومتوقع بإذن الله عز وجل إطلاق عدد من المراكز المتخصصة داخل المدينة الطبية، منها مركز للعلوم العصبية ومركز للتأهيل وعدد أيضا من المراكز المتخصصة مثل مراكز السرطان. دعم متواصل ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال جولته لمدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية، مثمنا الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين على مستوى المنطقة. هذه المدينة الطبية سيكون لها أثر كبير إن شاء الله على المدينة المنورة في الارتقاء بالخدمات وتوفير خدمات إضافية لم تكن موجودة في المنطقة ورفع كفاءة الأداء، كما أنها ستكون جزء من المنظومة الصحية في المنطقة كلها، وبالتالي التكامل بينها وبين جميع المنظومات الصحية الأخرى في داخل المنطقة سيساعد على توفر الخدمة في الوقت المناسب وبالشكل المناسب وبأفضل جودة ممكن تقدم. مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية صرح طبي متكامل في عالم الخدمات الطبية يضاف للمدينة المنورة لخدمة أهاليها وزوارها الكرام. للقناة السعودية محمد الشهري، المدينة المنورة.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت ولله الحمد صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. نشرتنا انتهت، شكرا لكم على طيب المتابعة. بإمكانكم متابعة أخبار قناة السعودية عبر الحسابات الظاهرة على الشاشة. إلى اللقاء.